مرحبا يا رفاق، مرحبا بكم مرة أخرى في مقطع فيديو جديد في يوتيوب تشانل الخاصة بنا. اليوم سوف نقدم لكم واحدة من أبرز عارضات الأزياء في العالم، لكن قبل أن نستمر لا تنسوا سبسكرايب ولايك وشير وسانكو. ماليرلي ماذا؟ ماليرلي هي عارضة أزياء أمريكية ونموذج زايد الحجم وسفيرة العلامة التجارية الشهيرة فاشون نوفا كيرف وإنستجرام ستار، والآن أصبحت إحدى مشاهير إنستجرام. ولدت ماذا وترعرعت في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت شغوفة بالأزياء والموضة منذ صغرها وقررت أن تعمل في نفس المجال. وحظيت على شهرة كبيرة جدا خاصة في إنستجرام بسبب مشاركتها صورها ومقاطع الفيديو التي حصلت على ملايين الإعجابات والمتابعين، بما في ذلك فيسبوك وسناب شات وأيضا تيك توك، بفضل صورها المذهلة ومقاطع الفيديو القصيرة والتي اكتسبت ملايين الإعجابات على المنصات. وتقدر ثروتها الصافية اعتبارا من الآن بأكثر من 150 ألف دولار أمريكي، وأبلغ طولها 6 أقدام و8 بوصات، وتزن حوالي 91 كيلو جرام. Thank you for watching. إذا عجبتك قناتنا فيرجى الاشتراك، وإذا عجبك هذا الفيديو فيرجى الإعجاب به ومشاركته مع الأصدقاء للحصول على مزيد من الفيديوهات. وثانك يو، نلتقي في فيديو جديد. باي باي.